السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، بالنسبه اليوم ان شاء الله جبت لكم عاوتاني القنيطرات ديال المبرا، غادي نبداو فيهم ثاني ان شاء الله. هادو ذكرى المولد النبوي ان شاء الله، وغادي يكونوا حتى الفصل الشتاء كامل. يلا بدينا في المبرا. يلا عندي فيها شي حاجه قليله، شي لوينات قلال، باقي ما بانش حتى في السوق بزاف، باقي ما كايناش كثيره، يعني كاع الالوان داخلين. هذا علاش غادي نشارك معكم داكشي اللي وجد ليا دابا قبل هذا العيد هذا. وغادي تشوفوا معايا كاع اللوينات. اللون الاول وهذا الابيض هذا كيجي غزال، فيها طريزه هكا هنايا، هذه راه طي كبير عليا انا شويه، باقي واحد شويه كيجيو زوينين في اللبس الصراحه. فيها دريس هنايا بالعقيق، بحال الدريس اللي هنا في الكول، كله فيه دريس بالعقيق حتى هو، الطريزه هنا وهنايا، ومنبته بهاد العقيقات هاد السيبورات كلها منبته. كيجي زويون الصراحه هاد الموديل. بالنسبه لهاد القنيطرات كلهم 230 درهم، وغنخلي لكم ارقام هنايا باش توصلوا معايا فيهم. سكريني اللون اللي عجبك والموديل اللي عجبك وصيفطيه ليا في واتساب باش هكا نعرفك علاش كتهضري ونقدروا نتفاهموا دغيا. بالنسبه للتوصيل جميع المدن ان شاء الله، وحتى خارج المغرب تا هو كنستفطوا في ترونسبور ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين. غنوريكم اللوينات اللي وجدوا ليا دابا، وان شاء الله كما قلت لكم الا بغيتوا حتى بالنسبه لطريقه الفصاله ديالهم راه شاركت معكم. وبالنسبه للطرز يعني كندفعوا، اللي كيسولوا الناس راه هما لي الكمبيوتر يعني معروفين، سيروا القصاريات راه كيكونوا فيهم مالي الكمبيوتر، اي قصاريه فيها داكشي ديال الخياطه غتسول يقول لي عافاك واش كاين شي مول طرزه هنا ديال الكمبيوتر، راه غادي نوريك. يعني ماشي كاين على داك اللي كنطرز عنده انا كلكم غادي تمشيو عندو نتومايا، ما يمكنش يعني حتى الا مشيتو كاملين غيولي عامر عاوتاني، حتى واحد فينا ما غادي يبقى خدام. حيت بزاف كيسولوني شكون اللي كطرزي عنده انت، تينينا اللي كطرزي عنده، فين النمرات اللي كطرزي عنده، راه كلشي تيطاز. انا ما خدامش مع واحد، خدامه مع بزاف. شنو نقول لكم؟ غاني نبيل الربعه شي ست الناس خدامه معاهم، يعني كل مره لما كنعطي كنعيط لواحد كيقول لي اختي عامر دابا صافي، كنعيط لواحد اخر نسولو حتى هو كان خاوي كنعطيه. كاين اللي تيقول لي شاد دابا شي خدمه كثيره ما غاديش نقدر، هادشي اش نقول لكم؟ ما كاينش غير واحد اللي خدامه عنده. سر القصاريات بحال حتى انا كنمشي للقصاريه كنسول عافاك واش كاين هنا شي حد كيدير كمبيوتر، كاين عتو لي ولا يعطيني النمرات شي حد ولا شي كارت فيزيت وكنتواصل معاهم هكا باش غادي تلقاو ماني الطرزه. المهم كما قلت لكم هادي، ونوريكم دابا لوين اخر. شوفوا لي هاد اللوين هذا، هاد الطريزه تي كتجي فنه، هادو كيجيو بالمجدول، بغيتي ديري مجدول كديري حزام، ما بغيتيش صافي كتخليها مطلوقه هكا قنيطره ديال الدار، قميصات ديال الدار هكا بالحزام، بغيتي تحزمي راه كديري لها المجدول ديالها حتى هي كيجي الشكل ديالها زوين. وبالنسبه للبنات ممكن نحط لكم دابا قنيطره، وفي نفس الوقت كنجاوب على التعاليق اللي كتجيني وحتى الميساجات اللي كنلقى في واتساب. بالنسبه اللي كتقول لي ما لقيتش الرشمه عند اللي خدامه عنده، غادي نخليها هكا سكريني سكريني الرشمه ايام الكمبيوتر يخدم معاك. وبالنسبه للقنيطرات ما كنخدمش كلشي كمبيوتر، شي حاجه ديال الرباطي طرازه وشي حاجه كتكون كمبيوتر. المهم هذه فيها طريزه هنا، انا خصني ضروري نقفط، فيها طريزه هنا كبيره وملبته كامله كميمه ديالها، وكيجي فيها هكا طريزه ديالها. نحاول نهبط لكم شويه باش يبان لكم مزيان. هاد اللوين حتى هو زويون الصراحه، انا اختاريت درت هاد الباجير على حسب لون الطريزه، ما جبتش شيلان اخرين معايا، نسيت بصراحه الفولار. وهنا دائما كما كنقول لكم كاين طريز بالعقيق والطريزه هكا. بالنسبه للناس اللي قراب المحل جيو المحل مرحبا بكم وشوفوهم مباشره، وديك الساعه تقيسي وتعزلي اللي بغيتي. بالنسبه للكميمات كيجيو هكا مسلمين، وتقدري مازال حيت تقدر تجي شي وحده اللي عندها هنايا عندها كيكون عندها هاد البلاصه عامره، ما تنبغيش ندخل فيها بزاف حتى تقيسوها. ها نتوما هكا كرم عريضش بزاف، يعني الا بغيتي تسليميها مازال من هنا تجمعيها بحال هكا تجي كامله مزيره، كتجمعي عندي الماكينه الفوق نطلع نقصها لك دغيا وكتديها معاك ناضيه. وبالنسبه للكلوش لتحت دائما كيجي الشكيل ديالهم زويون، واللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها البنات وتصيفطها لي. غادي نلبس لكم لون اخر في هاد الزواقه هادي باش تشوفوه حتى هو. كما قلت لكم الثمن دائما كلشي الطرازات كاملين 230 درهم.
شوفوا لي هذا اللون هذا حتى هو كيجي زوين فيها الطريزه هنا هاد الطريزه بغيتي ديريها في هذه الجهه بغيتيها تجيك هنايا مع الطرزه المهم بحال بحال كاين اللي كيبغي يعمر كتقول لك هذه كاينه هنا عمر لي الجهه الاخرى يعني الكم يجي هنا حيت الكم هذا فين ما بغينا نلاقيه في الخياطه كنلاقيه سواء يجي هنا هابط مع الطرزه سواء يجي هنا معمر الجهه الاخرى وكتجي فيها هكا سيبورات كما قلت لكم بالمجدون جرب لكم شي وحده بشي مجدون الصراحه اين المجدون نشوف البيسه ديالهم بالمجدون كيفاش غادي تجي هذا الموديل هذا كيطلع غزال كيجيو زوينين حتى بالجيدلاتهم اللي بغات تلبسها هكا فشي مناسبه عاد ديال الدار هكا خفيفه كتلبسها هكا بالمجيدين ديالها ما بغيتيش كديريها بالمجدول وماشي مشكل اللي بغات المجدول نعطيها المجدول ديالها معاه كيجيو غزالين الطريزه كما قلت لكم هذا اللون هذا دابا حيت مغلق شويه يعني يبان حتى مع الكاميرا كيبان كتجي قنيطره زوينه يعني بالنسبه للمناسبه وداكشي اللي بغات شي حاجه صورها وتصيفط عليا وبالنسبه للعنوان كاين في مدينه كازا حي مولاي رشيد اقامه البيضاء قرب مدرسه الترمذي ولا امام مدرسه الترمذي مباشره والارقام غنخليهم لكم هنايا ما كنخدموش البنات غير نهار الحد هو اللي ما تيكونش المحل خدام بالنسبه للتليفونات راه تنجاوبوا عليهم يعني حدنا 9 د الليل صافي ما كنبقاوش نجاوبوا على التليفونات كما قلت لكم هذه بغيتو تلبسوها كما الطريقه الاولى بلا مجدول بغيتو ديروا لها مجدول ديالها ونوريكم اللوينات الاخرين والطريزات دابا راه هادو كل هادو كلهم يلا خدمتهم الموديلات الاولين والشونتيوات الاولين يعني عجبك هاد اللوين ولكن في الطرزه الاولى ديال الابيض نخدمو ليك ان شاء الله سير كوموند ولا عجبك هكا كما هو سكرينو صيفطي ليا وشنو اخر يعني هادشي اللي كنوريكم هو اللي عندي دابا حاليا في هاد الاسبوع اللي قبل ذكرى المولد النبوي ان شاء الله يعني مور العيد كما كنقولوا غادي يكون فيهم ديك الساعه الكثره وغيكون فيهم لي طاي كاملين غيكونوا ان شاء الله حيت دابا يلا خدامين فيهم وكما قلت لكم المبريطه بدات كتدخل يلا بدا كيبرد الحال شويه كاين هاد الطريزه هادي حتى هي هابطه بحال هكا كتجي طويله وحتى الكم فيها طويل عامر الطازه كتجي الشكيه ديالها زويون بصراحه هابطه جات دايره هنا بالكول شاد هاد البليصه بحال هكا ومنبتاتها هي بحجيرات فين شي حاجه اللي باقا ما كانش المهم كملت الصغير غادي نكملهم كما جاو من المصبانه كما بديت كنصور فيهم لانه ما بقاش الوقت بزاف بالنسبه للناس اللي غنصيفط لهم في البوسطه وداكشي يلا يوصلوهم مع العيد ان شاء الله كتجي هكا بالنسبه للطايات هادو الاكس ال والدوبل اكس هادي راه واسعه عليا واخا كاك طايات كبار عليا راه كنلبسهم باش تشوفوا الموديلات ديالهم هاد اللوين هذا فيه حتى هو هاد الطريزه فيها شي جوج المهم كل طرزه درت لكم منها شويه شويه باش هكا تعرفوا شنو بغيتوا تشوفوا الموديلات اللي كاينين هاد العام هذا واسعين فيهم الكلوش بالنسبه لشي وحدين اخرين خدمه من ماليهم غادي نوريهم لكم حتى هما كاين هاد الكحل حتى هو كيجي زويون في البيسه حتى هو بامكانك ديري المجدول وتقدري تلبسيه هكا بلا مجدول المهم شوفها كي دايره هكا بالنسبه اللي عندها الكرش بزاف ولا ما كتبغيش تحزم ولا شي حاجه كتلبس عادي بحال هكا واللي كتبغي دير هكا مجيدي تقدري ديري كيجي بحال هكا بالمجيدين ديالها حتى هو كيعطي ديكور زوين الصراحه المهم خليت لكم الاختيار كل واحد يلبسها كيف ما بغى كنشوف في المرايه حدايا الصراحه كيجيو زوين بهذا الحزام حتى هو حيت غير مجدول رقيق والطريزه كتجي على هذا الشكل كما قلت لكم البنات بامكانكم تبدلوا اللون ولا الطرزه بالنسبه اللي غيبغي ياخذها كطالعه سيغ كوموند
لي هذا الموديل هذا حتى هو في بلو مارين. هذه طاي ال، دابا هذه هي طايتي، انا ما كنبغيش نلبس بحال هكا، كل واحد وكيفاش كيبغي يلبس. هذه طاي ال، هذه نيشان على قياسي، ولكن انا ما كنبغيش نلبس هكا، كاين اللي تيبغي سليمي على كمامو داكشي. يعني لي طاي ال والاكس ال تجي هاد القنيطره هادي، كاينه هاد الطريزه تاهي بحال هكا، وفيها هنايا التخميم، وجات هكا صدرها عامر، فيه تاهو ضريس بالعقيق. لي عجبات هاد الطريزه تسكرينيها، لي بغات تشري من عندي مرحبا بها، تاهي تسكرينا وصيفط لي فواتساب. وهكا غادي نكون كملت ليكم القنيطرات ديال اليوم اللي واجدين هاد الاسبوع هذا. بغيت نوريكم شي حاجه اللي خدمها لماليها، غادي نوريكم واحد القنيطرات نوريكم دابا، نشارك معكم هادو اللي خدمت لماليهم. كاينه هادي في بلو مارين كيفاش جات، بالنسبه اللي بغات تشوف الموديل ولا اللي بغات تشوف شي حاجه اخرى جديده، كاين هاد الموديل هذا، هادي موبرا تراكس، وجد دابا هاد الطريزه هادي الاولى بصحه مولاتها. نوريكم الاخرى، هادي في الخضيدر، هادي في الخضر الملاكي، تاهي كتجي هكا غزاله. هادو اللي بهاد توب هاد الموبرا تراكس هادو 250 درهم 5000 ريال، واللي بهادو 4600 230 درهم، لان هاد التوب هذا ثمنه زايد على هذا. واخا انا بصراحه كنفضل هاد التويب هذا، حيت هذا ما كيبينش وما كيلصقش على اللحم، الا درتي طايتك ودوشي على بارك ما غاديش تلصق عليك. اما هذا فكيطيح هاد التوب هذا، بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يلصق عليهم التوب. شوفوا باقا وحيده اخرى تاعي ديال ماليها، هادي طريزه اخرى في الصدر، تاهي كتجي زبونه بحال هكا، وفيها في كميمات على جوج، فيها مريضه مريضه، وكتجي بحال هكا. كتلبس عاد كتبان الصدر ديالها، كتلبس كتبان زبونه في اللبسه بصراحه. المهم هادو اللي وريتكم ديال مريم هما اللي جايبين تو وخيطهم عندي. صافي هذا ما كان بالنسبه للموديلات، صافي وريتكم كلشي هادو ديال موبرا الكندل اللي كاينين دابا. وبالنسبه للوينات راه باقي فيهم الالوان، كاين هذا الموديل في بلو مارين بحال هذه اللي لابسه انا، هذه طرزه وهذه طرزه، مبدلين غير في الطريزات نفس اللون. كاينه هذه مارين بعد طرزه هكا، وكاينه هذه فيها الصدر وفيها الكم. المهم نتوما اختاروا الطريزه اللي عجباتكم. وكاينه هذه ميت في الكحل، نفس هذيك الطرزه في الكحل، فيها في كميمها. بالنسبه للناس اللي كانوا يتسناو الفيديو ديال القنيطرات ديال موبرا، فهما هادو، كنقول لكم اختاروا من هنا اشنو بغيتوا. وبالنسبه اللي بغات شي حاجه قبل هاد العيد هذا، تسارع هاد يومين هادي، بالاخص الناس اللي بعات شويه باش الله يوصلوكم مع الامانه، والناس اللي قراب المحل مرحبا بكم كاملين ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، الفيديو الجاي ان شاء الله، ويكون دائما الجديد مع حنان.